وسط أجواء ميلادية مباركة، تواصل الكنائس الرسولية في المملكة ممارسة تقاليدها السنوية لاستقبال عيد الميلاد المجيد من خلال إقامة الأمسيات والبازارات الخيرية التي توفر كافة مستلزمات الأعياد من زينة وأكلات شعبية وهدايا خاصة بالعيد المجيد. التفاصيل في سياق التقرير التالي. في غمرة الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، أقيمت في العديد من الكنائس الرسولية احتفالات بإقامة البازارات الخيرية والأمسيات وإطلاق الترانيم الميلادية وسط مشاهد يملأها الفرح والسعادة. ففي عمان وبرعاية سمو الأميرة سناء عاصم، افتتح الأرشمندريت الدكتور بسام شحاتيت النائب الأسقفي العام في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن فعاليات البازار الخيري الذي نظمته مجموعة كشافة ومرشدات مطرانية الروم الكاثوليك أم السماق، وحضر حفل الافتتاح عدد من الآباء الكهنة من الأردن والبلدان العربية والنائب قيس زيادين وجمع من أبناء الرعية. وألقى الأب شحاتيت كلمة شكر فيها المجموعات الكشفية القادمين من مختلف الكنائس الرسولية في المملكة والحضور الكريم. وفي كنيسة القديس يوسف للاتين في المفرق، رعت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين حفل افتتاح البازار الميلادي الذي أقامته الكنيسة لهذا العام بحضور كاهن الرعية الأب طارق حجازين والأب فارس بقاعين كاهن رعية كنيسة سيدة الانتقال للروم الكاثوليك في المفرق. جاء ذلك عقب قداس أول جمعة من الشهر والذي ترأسه كاهن الرعية الأب طارق حجازين بمعاونة شماس الرعية حازم النمري وحضور الأخوات الراهبات وجمع من عائلات الرعاية في المفرق وبمشاركة كشافة كنيسة سيدة الانتقال التي تألقت بمعزوفات ميلادية رائعة. وقامت الدكتورة السمعان بتفقد أقسام البازار ومحتوياته التي تشمل كافة احتياجات الأسرة المسيحية للأعياد المجيدة، وأبدت إعجابها بالمعروضات الرائعة التي شارك بها أبناء وبنات الرعية. وفي كنيسة مار يوسف للاتين بجبل عمان افتتح بازار خيري بالاشتراك مع لجنة المحبة الأرثوذكسية ومركز مار يوسف الرعوي. وقد اشتمل البازار على معروضات من إنتاج أبناء وبنات الرعية، تضمن أشغالا يدوية
وحلويات وهدايا خاصة بعيد الميلاد. شهد الحفلة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردني للروم الأرثوذكس والأب حنا كلداني وجمع كبير من أبناء الرعية. وفي مرج الحمام بالعاصمة عمان أحيت جوقة القديس نيقولاوس الصريح أمسية تراتيل الميلادية، وذلك في كنيسة القديسين قسطنطين وهيلانا للروم الأرثوذكس بحضور قدس الأرشمندريت خريستوفورس حداد وراعي الكنيسة قدس الإيكونوموس أليكسيوس قاقيش وجمع من أبناء الرعية. وفي كنيسة مار شربل المارونية بعمان افتتح السيد وائل سليمان مدير جمعية الكاريتاس في الأردن البازار الميلادي الخيري الذي أقامته الجمعية بحضور الأب جوزيف السويد الوكيل البطريركي لكنيسة المارونية في عمان وجمع من أبناء الرعية. وقد اشتمل البازار على معروضات تتضمن مأكولات غذائية وملابس وهدايا متنوعة. وفي كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في ماركا وفي ظل أجواء ميلادية بهيجة رعى المهندس ميشيل الصايغ حفل افتتاح البازار الخيري بحضور سعادة السفير القبرصي السيد ميخائيل وزوجته وجمع من أبناء الرعية. وقد اشتمل البازار على معروضات رائعة من إنتاج أبناء وبنات الرعية تضمنت حلويات ومواد غذائية وهدايا مختلفة. وكان أقيم في ذات الكنيسة قداس إلهي ترأسه قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش بمشاركة كاهن الرعية الأب صفرونيوس حنا وعدد من المؤمنين.